فلماذا هذا التغافل عن هذه الشريحة؟ احنا اليوم نريد نوجه سؤال لمجلس الوزراء ونتمنى يجاوبونا بكل صراحة. هذه الشريحة المعدمة كبار السن للأسف، يعني هم دا يسافرون لكل بلدان العالم دا يشوفون هنالك كل دول العالم تكون لها خصوصية للمتقاعدين كبار السن، خصوصية في الراتب وخصوصية في التعليم لأولادهم، خصوصية في جانب الصحي، كثير من الجوانب اللي تشملهم. طيب احنا اليوم لماذا هذا التغافل؟